بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في نماذج الامتحانات، وده النموذج رقم 4. السؤال الأول بيقول لي أكبر عدد مكون من الأعداد 6 و0 و7 و5، يبقى أنا ببدأ بالكبير 7، بعد كده 6، بعد كده 5 0، يبقى 7650. ده أكبر عدد، مفيش أكبر منه، 7650 ده أكبر عدد. بيقول لي أكمل بنفس التسلسل. طيب هنا 0 بقى 0، طب هنا 5 بقت إيه؟ المفروض 10، يبقى أنا زودت هنا 5، يبقى زودت في العشرات 5. طيب والمئات، المئات زودت 1، ما هي بقت 10، يبقى انا زودت 15. يعني انا زودت على العشرات والمئات 15 ما عدا الرقم الاول، زودت على الرقم كله بعد الرقم الاولاني 15. طيب نشوف بقى كده نفس الفكره، هي ادي 0 وهنا زودت 5، آه 8 8 هي هنا 5، واي يبقى 15، يبقى انا بزود 15، يبقى انا هزود على الجزء ده ما عدا الرقم الاولاني، الرقم الاولاني بينزل زي ما هو، وهنا 5 9 5 3 ازود عليها 15، نجمع كده ونشوف هيطلع كام. 5 و5 10، صفر معايا 1، 1 و9 10، 1 11، صفر معايا 1 يبقى 36، يبقى 36 1 صفر، والصفر زي ما هو يعني 36100. طيب ازود 15 هنا بقى، اللي هي تلاقيها صعبه اجمعها عادي، ازود 15 هنا الصفر ينزل، 5 و0 5 و2 مع 1 و1 2 36، يبقى 36250، يبقى 36250. القيمه العدديه للرقم 6 كام؟ يبقى انا الستة واللي قبليه احطهم اصفار، يبقى العدد اللي قبليها عندي 3 اعداد، يبقى احطهم 3 اصفار، يعني 6000، يبقى 6000. الزاوية التي قياسها 150، نمسح بس عشان ايه الدنيا ما تتلخبطش. الزاوية التي قياسها 150 زاوية ايه؟ منفرجة. زاوية منفرجة عند ترتيب الاعداد تنازليا يكون الترتيب كالتالي، يبقى انا هرتب تنازليا يعني 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 مظبوط، خلينا نكتبهم كده لان مش واضح الارقام خالص. ده 1. طيب يبقى هنا ايه؟ 5 وهنا 6، اخر اخر رقم، بعد كده 5 بعد كده 6، يبقى انا عندي الخمسات دول، الخمسة بعد كده 4 4. طيب 1 1، هنا 0 و1، يبقى ده الصغير، يبقى ده رقم 1 اهو، اللي هو هيبقى 54101، ده اول رقم. طيب الرقم الثاني اللي بعده بقى اللي انت كنت بتقارن فيه، يبقى 54110 اللي اكبر منه شويه. طيب يبقى انا لغيت دول خلاص، بعد كده دول 6 و3 6 و6، وهنا معرفش ده 2 ولا 3، 2 2 وايه و3، يبقى ده الاكبر، يبقى 62351، بعد كده 63251، يبقى ده ترتيب تصاعدي. ده انا رتبته كده تصاعديا، هو طالب تنازليا معلش، يبقى انا اكبر عدد عندي تنازليا هيبقى 63251، بعد كده 62351، بعد كده 54110، بعد كده 54101. 101، يبقى ده الترتيب التنازلي، التنازلي من الكبير للصغير، والتصاعدي من الصغير إلى الكبير. طيب السؤال الثاني بيقول لي العدد ده 1 ألف 12290 مكون من 3 أو 4 أرقام، مكون من أدي 1 2 3 4 5 أرقام، يبقى 5 أرقام، مكون من 5 أرقام 12000، لأنه 12000 يعني معناته عشرات الألوف، عشرات الألوف 5 أرقام، عشرات الألوف يعني الألوف
بيكون 4 أرقام، عشرات الألوف بيكون 5 أرقام، المئات 3 أرقام، أحاد وعشرات والمئات، العشرات رقمين، الأحاد طبعا رقم واحد، يبقى الأحاد رقم واحد، العشرات رقمين، المئات 3 أرقام، 100 3 أرقام، الألوف 1000 4 أرقام، العشرات الألوف 10,000 يعني 5 أرقام، يبقى 5 أرقام. قياس الزاوية القائمة أصغر ولا أكبر من الزاوية المنفرجة؟ أصغر طبعا، يبقى أصغر من الزاوية المنفرجة. هنا 56,123، وهنا 56، وديت 65,000. ده يعني ده أكبر بكميات كبيرة، يبقى ده هيكون أصغر على طول وأنت مغمض. لا، ما هو ده هنا برضو العدد ده هيفرق معايا، يعني هنا ايه، 5 ده اصغر ده اكبر. طيب، وهنا 21,000 وهنا 58، يبقى نجمع بقى، ملهاش حل اللي انت ايه تجمع، 23 1 6 5، وهنا 2 1 4 8 5، اجمع يبقى 5 3 5 14 10 واحد، يبقى 11. طيب الرقم الثاني، 3 2 1 5 6، وهنا 8 9 1 2، ده أكبر بكثير. 3 و 8 11، 3 و 9 12، يبقى كام؟ 3 7 6، يبقى 67,000، يبقى ده أكبر، يبقى ده أكبر، يبقى اكبر بكبير بكتير جدا جدا. لو انت ما ايه يعني، لو ما فيش حاجه تدلك على الكبيره على طول اجمع، لو ما فيش حاجه تدلك على الكبير اجمع. اذا غمس مكعب في اناء به لون احمر فيكون عدد الاوجه الملونه كام؟ احنا قلنا 6 ايه، 6 اوجه، يبقى المكعب له 6 اوجه، المكعب له 6 اوجه، وله 12 حرف، وله 8 رؤوس. احفظ الحاجات دي، اوجد ناتج، بجمع عادي خالص، 6 2 3 7، بعد كده 3 5 1 9، نجمع 6 و3 9، 5 و2 7، 3 4 3 1 4، 7 و9 16، يبقى 16,479. الرقم الثاني، 6 8 9 2، 9 9 8 1، نطرح 6 ناقص 9، ما ينفعش استلف من هنا، دي هتبقى 7 ودي هتبقى 16. 9 16 ناقص 9 كام؟ 7. 7 ناقص 9 ما ينفعش استلف من هنا، 1، دي هتبقى 8 ودي 17. 17 ناقص 9 كام؟ 8. 8 ناقص 8 0، و2 ناقص 1 1، يبقى كام؟ 1,087. اشترى محمد كمبيوتر بمبلغ قدره 5,450 جنيه، وطابعة بمبلغ 750 جنيه، ومستلزمات طباعة بمبلغ 100 جنيه. 100 جنيه حطها هنا، يبقى 850، يعني معناته ايه، هنجمع 5,450 و 850، جمعت عليها 100، يبقى 0 10، صفر معايا الواحد، 1 4 5 5 4، 0 1، 5 5 و8 13، 3 ومعايا الواحد، 1 و5 6، يبقى كام الإجمالي؟ يبقى الإجمالي 5,450 زائد 750 زائد 100، هيدينا كام؟ 6,300 جنيه، يبقى 6,300 جنيه. ارسم زاوية قياسها 45 درجة. يبقى أنا بعمل إيه عشان أرسم الزاوية؟ بروح راسم خط قطعة مستقيمة، خلاص، وحط مركز المنقلة هنا، وابدأ اعد 45 درجة هنا، وراح حاطط نقطة عند المنقلة، وراح موصل ده بالمسطرة، ده هيبقى 45 درجة. يبقى انا هستخدم الايه، هستخدم المنقلة واستخدم المسطرة، او المنقلة والمسطرة اللي موجودة في المنقلة، مع المنقلة اللي تحت الجزء ده ممكن تسطر بيه. أكمل، الزاوية القائمة قياسها 90 درجة، سهلة، بينما الزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة. يبقى الزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة. السؤال الخامس، بيقول لي أكبر عدد مكون من الأعداد، أكبر عدد يبقى كام؟ 9,000
وبعد كده التمانية، بعد كده الاتنين الواحد، يبقى 9821. أكمل بنفس التسلسل، 1 5100، 5200، يبقى أنا الآلاف المئات بزود واحد، يبقى المفروض هنا كان كام؟ دي 5100، يبقى المفروض كان هنا 5000، 5200 يبقى 5300، بعد كده 5400. عدد رؤوس المكعب 8 رؤوس، ده 123 زائد ايه؟ كتبت 123 دول، يبقى احط مكانهم اصفار، 1 2 3، واكتب الرقم الرابع اللي هو 5، بعد كده احط 4 اصفار واكتب الرقم الخامس اللي هو الستة. مفهوم معايا كده؟ ده 123 زائد ده الخمسة، الخمسة قيمتها كام؟ من قيمتها المكانية، قيمتها المكانية 5، واللي قدامها أصفار، يبقى 5 و3 أصفار يعني 5000. طب الستة يبقى 6 وقدامها 4 أصفار اللي هم ال 60000، يبقى 65123. 3000 كام عشرة؟ فكرة ديت احنا قلنا 3000 كده بتتكتب كده، كام عشرة؟ روح شايل صفر، هيبقى كام؟ 310. لو قال لي كام 100، يبقى شيل صفرين، يبقى 30100. خلاص، اتمنى ان شاء الله يكون استفدت من هذا الدرس، وزي ما بقول لك وبركز ان انت تسمع النموذج وتروح تحله، تسمع النموذج وتحله بايدك انت. لو حليته ان شاء الله حليت 5 6 نماذج بايدك، هم 10 نماذج، انا هحل 6 نماذج معاك واسيب لك 4 ان شاء الله تحل الايه، تحل. لو حليت ال10 نماذج هتدخل الرياضيات تجيب الدرجة النهائية وانت مغمض ان شاء الله.